لنعمل انشيلادا الستيك احنا بحاجه لمعلقتين كبار من الزيت النباتي، نص كيلو من لحمه الستيك، بصل مقطع شرحات، فلفل حلو اخضر مقطع شرحات، كوب من الذره، معلقتين كبار قشطه، ملح وفلفل، معلقه صغيره كمون وكزبره. مقادير الصلصه احنا بدنا بصله مفرومه ناعم، 4 حبات ثوم مفروم ناعم، ربع كوب معجون الطماطم، وكوب مي، ملح وفلفل، معلقة صغيرة من الكمون، كزبرة، زعتر ناشف، فلفل أحمر حار، رشة سكر، ربع كوب كريمة. مقادير أخرى بدنا خبز مكسيكي، صلصة حامضة اللي هي الساور كريم، وبدنا كمان بصل أخضر مفروم ناعم، وكوب أوراق كزبرة، كوب جبنة تشدر مبشورة. نعم، هلأ أول شيء بس نزلت لحمة الستيك أو لحمة العجل مقطعة شرحات زي البيف ستروجانوف أو زي الشاورما، مقطعة شرحات رفيعة. أوكي، بحب بس احط عليها فلفل اسود بس ولا حتى الملح اكيد للاخر. بس الفلفل الاسود بيعطيها نكهه طيبه بهاي المرحله. يعني انت ديما من المدرسه اللي بتقول انه الملح بيقلل سوى اللحمه او بيبسها؟ مش بيقلل سوى اللحمه، هو بينزل سوائل. يعني اللحمه بتنزل ميتها اذا حطينا الملح من الاول. فاللحمه ما بتطلع اول شيء كريسبي، ما بتطلع مقرمشه، وثاني شيء بتفقد كثير من خواصها. بس يعني برضه لو نحط الملح بالاول مش اخر الدنيا، يعني مش اخر الدنيا. لا، بس يفضل اني اترك الملح لاخر خطوه. رح اضيف البصل. أوكي، بهاي المرحلة نحرك شوي عشان ياخذ من نكهة اللحمة كمان. اوكي، بدي احط كمان الفلفل الحلو اللي عندي، برضه نص الكمية رح احط لأنه زي ما قلت لكم هون كمية اللحمة اللي عندنا أقل من المكتوبة. اوكي، هون في عندنا ذرة. شوفي هلا هي برضه أنا يعني مغيره فيها. يعني لو بدك تروحي مكسيكي مكسيكي بدك تحطي مثلا فاصوليا حمراء، بدك تحطي بهارات مكسيكيه اكثر. انا خليتها يعني شيء يناسب ايش احنا بنحب، كل واحد كيف بحب يطبخ بالبيت. بالضبط، هذا الحلو اللي اوقات في وصفات بتكون من مطابخ اجنبيه، حلو لما احنا نعربها او نخليها شوي قريبه على مطبخنا. هلا حطينا الكمون، هلا الكزبره الناشفه، طبعا دائما مطبخ مكسيكي بيظبطوا هدول البهارات معاهم، كمون وكزبره زعتر. زعتر، الزعتر من الاشياء اللي بتدخل كثير برضه بالمطبخ المكسيكي. والله بستعملوا الزعتر مش بس مطبخ ايطالي على فكره، بالمكسيكي كثير بستعملوه. حلو، هلا بهاي المرحله نقدر ان نضيف الملح. اوكي، واخر شيء روان، وهي اختياريه، في عندي قشطه رح احطها هون حتى تعطينا قوام كريمي. اللي ما عنده قشطه بيقدر يحط معلقه كريمه عاديه، وبيقدر ما يحط ولا شيء. بس هلا رح تعطينا تماسك مع اللحمه هيك حلو. جميل والله، حاسه شيء زاكي. هلا هذا صوص بندوره. أوكي، بس صراحه هالمره حطيت صوص بيتزا جاهز. والله المرتبان كنت مستعجله كثير، انا عاده بعصر البندوره وبعملها. هذا صوص البيتزا جاهز عشان ما نكون يعني اقول لكم والله بندوره معصوره بس مثلا فيها اشياء. فهي صوص البيتزا الجاهز. بدي اسالك، جربتيه قبل وطلع اوكي؟ طبعا. خلص، رح اعدل عليه، رح ازيده شويه روب بندوره عشان بدي اسمكه شوي. رح ازيده ملح، حنزيد سكر، بتعرفي كيف نحط دائما سكر على صوصات البندوره. اوكي. حطينا رب البندوره وحطينا السكر وحطينا الملح، رح ازيد هلا من نفس هاي البهارات كلها اللي حطيناها على الاكله، اللي هي كمون كمان مره، كزبره ناشفه، رح نحط شويه زعتر وفلفل احمر حار. حلو، اوكي، ورح نرخيها بشويه مي عشان ما تكون كثير شاده. هلا هذا اختياري، مش موجود بوصفات الانشيلادا، بس انا حبيت قلت لك غيرت فيها شوي. لا ديما انت مغيره فيها. مغيره فيها من الواقع يعني. لا شويه كريمه. هلا اول شيء بدي اخذ شوي من الصلصه اللي عندي واحطها في قاع البايركس. فهلا يا روان بدنا ناخذ من الستيك هذا اللي عندنا مع الذره والفلفل والبهارات ورح نحطهم بالوسط. اوكي. طب انا ليه اسمع؟ اوكي، شايفة؟ يعني بدك تلفيهم زي السندويشة. يا عيني عليك، بس في عنا أحجام، هذا الميديوم، في عنا لارج منه وفي عنا السمول، أنا بحب هذا الحجم الوسط. وهلأ بس بدنا نلفه يا أستاذة بهاي الطريقة. شكله عبد الله بحكي معي وأم سامعة. الحقيقة أنا آسفة عبد الله، شكلها السماعة مش فالتة مني. أوكي، ورح أوزعهم. أوكي، بهاي الطريقة. خلينا حبيت أطلع هيك أحلى. هلا بدنا نحط باقي الصوص. بشوف كيف بدي احطها، ما بدي اغطيهم
يعني بدي اياهم يضلوا مبينين ايش هم، عرفتي؟ لانه في صوص تحت ومش حيكونوا ناشفين ابدا. صح صح صح، مش ضروري كثير نغمرهم. لا وعلى فكره هو اوريدي حتى الحشوه يعني مش ناشفه. اي بالضبط، يعني فيها القشطه جوسيه زي ما تقولي. جوسيه عجبتني هاي. والتحت صوص وفوق صوص والجبنه رح يعطيها انه مش حلو تسبح سباحه صراحه بالصوص هذا الاكل. التوميتو صوص لما بتصير يعني بنحط لها كريمه وبتصير روزيه بتعطي ريحه حلوه وطعم زاكت. شوفي هلا هي الساور كريم كيف عملناها؟ كيف؟ خلطت لبنه بس يا حبيبتي اطول معلقه. يلا. خلطت لبنه مع معلقتين كريمه سائله. اوكي. ورشه ملح فقط وسوري وشويه ليمون. تمام. عشان تصير عندنا الساور كريم. اذا لبنه ورشه ملح ومعلقة ليمون، يعني ولا عصرة ليمون ايش قلت؟ لا هي مش لا عصرة ولا معلقة، مش عصرة ولا معلقة، هي يعني يا دوب يعني لا هي معلقة كبيرة. معلقة كبيرة. احنا نكون دقيقين بهاي الامور الدمدومة. نعم.